بسم الله ربنا أرنا ما ينفعنا واكتب لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا يا كريم. من جملة ما نجم نتحدثوا عن روس خامجة وقت اللي يحبوا يوصلوا شوية نجاح إذا كان صادقين في المحبة ليك يستعينوا بأشبه العلماء، أي يقولوا أنت عالم في الفيزياء، أنت عالم في العلوم الاجتماعية البشرية لسيونس إيمان، لا علم لهم، عندهم شوية كريهة ريحة العلم، ستاتيستيك فعالة خاصة علم الاجتماع، الأكاذيب الكل اللي يريدها أهل السياسة من كل زمان أن يمجدوهم اللي يدعون العلم وليس لهم علم، كما العباسيين وقتاش عندهم علم بالدين، وكان عندهم علم الدين ما كانوا يتخذون أفسق الناس الشعري والنثري وكذا، اليوم منحرفين تماما، ما يتحدوا كان إلا الجنس الحرام وعيثي فساد، كل أنثى يستغلها واحد ولا يختلي بها واحد ولا جماعة إلا يفعلوا بها الفعال، وهذا قال شنو قالوا ما شرقوا في اللذة، من قالك اللي أنت تلتد ليشية في عذاب أليم، أعلى الطب نعرفه طب القرآن نار وما تعانيه المرأة حين تستغل جنسيا، وقولوا لها أنت رأيك ما كيف رأي يا ست الحسن برا، خلص كلام موش خارج من الأعماق، بالكلام يجري على اللسان باش نوم الغافلات من النساء تكون مؤمنات وغير مؤمنات، والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.